عليكم أعزائي الطلبة، معكم دكتور مهند. راح نتكلم بالمحاضرة مالتنا اليوم عن الفايتوكيمستري، حتى نعمل ريفيجن للمواد السابقة اللي أخذناها بالفارماكوجنوزي، ونستذكر اللي أخذناه واللي راح نأخذه حتى نلم بكل مواضيع الفارماكوجنوزي. هو كالتالي: الفارماكوجنوزي ممكن أنه في هذا السمستر، أنا أتكلم بالسمستر الحالي، ممكن أنه نقسمه إلى تو باكجز. الباكج الأول راح يتناول كل شيء له علاقة بال الناتشرال برودكت اس ات از، يعني تكلمنا عن الفارماكوجنوزي وما هي الفارماكوجنوزي، تكلمنا عن الناتشرال برودكت وتعريفه، كلاسيفيكيشن اوف ناتشرال برودكت بطرق مختلفه، الفارماكولوجيكال اكتيفيتيز اوف ناتشرال برودكت. ايضا دكتور سمير راح يتكلم لكم عن الكواليتي كنترول مال ناتشرال برودكت والديتيريشن والكالتيفيشن والهارفستنج والى اخره. يعني الباكج الاول هو يتعلق بالناتشرال برودكت اس ات از. الباكج الثاني هو يبدي بهذه المحاضره ونستمر ان شاء الله الى نهايه السمستر، هو كيفيه الحصول على هذا الناتشرال برودكت ودراسه الخواص الكيميائيه والعلاجيه مالته، وهذا نسمينه الفايتوكيمستري. راح نبدا المحاضره مالتنا بتعريف الفايتوكيمستري كعلم وما هو الفايتوكيمستري. اذا راح نبدا المحاضره مالنا بتعريف الفايتوكيمستري. Phytochemistry is the study of phytochemicals. إذن الفايتوكيمستري كعلم هو الذي يختص بدراسة الفايتوكيميكالز. ما هي الفايتوكيميكالز؟ هي عبارة عن chemicals derived from plants. فيساعدنا التعريف كالتالي: Phytochemistry is the study of phytochemicals which are، نقصد بها الفايتوكيميكالز هي عبارة عن chemicals derived from plants. زي نحن نقول study of phytochemicals، ايش ندرس بالفايتوكيميكالز؟ ايش هي النواحي اللي راح نتناولها في دراسه الفايتوكيميكالز؟ هي 3 fields we have to take in consideration during the study of phytochemicals. Number 1، راح ندرس structure of these chemical compound وخصوصا السكندري ميتابوليك كومباوندز. ندرس الكيميكال ستراكشر مالتها، لانه ممكن من الكيميكال ستراكشر راح نعرف بعض الخواص اللي تساعدنا في عمليه تحديد الفارماكولوجيكال اكتيفيتي وحتى الفيزيكال بروبرتيز مالتها. ليش السكندري ميتابوليك مال برايمري ميتابوليك كومباوند؟ مثل ما تعرفون انه الميتابوليك كومباوند الموجود داخل جسم الكائن الحي بشكل عام تنقسم الى قسمين، البرايمري والسكندري. راح نشرحها بشكل مفصل ان شاء الله في الكورس الاول من الصف الثالث، لكن كتوضيح البرايمري اللي هي essential for the living organism، مهمه جدا، بدونها ما يقدر يكمل living organism حياته، لازم تكون موجوده، وجوده جدا اساسي. سكندري ميتابوليك كومباوند هي ماكل ضروريه ممكن انه يكمل الأورغانزم حياته بدونه، لكن نحن بالنسبة لنا بالدروغ ديسكفري مهمة جدا. ليش؟ لأنه غالبا السكندري ميتابوليك كومباوند تعطينا very good therapeutic activity، فنحن دائما looking for secondary metabolic compound ونستخلصها ونعمل عليها الدروغ ديسكفري أو synthesis of the new drugs. الفيلد الآخر أو الجانب الآخر اللي راح نتناوله في دراسة الفايتوكيميكالز هو function of these compound in human and plant biology، أشني وظيفته داخل جسم الكائن الحي. والنقطة الثالثة راح ندرس البايوسينثيسيس اوف ذيس كومباوند، عملية التصنيع والباثويز المسؤولة عن عملية السينثيسيس اوف ذيس كومباوند انسايد ليفينج اورجانيزم. السؤال اللي يطرح نفسه: نحن دائما لوكينج فور ذا سكندري ميتابوليك كومباوند اللي مثل ما ذكرنا هي ما كلش اسينشال، هي ان اسينشال فور ذا ليفينج اورجانيزم، ممكن انه ليفينج اورجانيزم يتجاوزها ويكمل حياته بدون وجوده. لكن السؤال هو: ليش النباتات او الليفينج اورجانيزم بشكل عام تصنع هذه السكندري ميتابوليك كومباوند على الرغم من انه هي ما كلش مفيدة؟ هي مفيدة لكن ما كلش مهمة للليفينج أورغانزم. الفائدة مالتها بالنسبة للبلانت ممكن أنه يصنع البلانت لعدة وظائف، أهم هذه الوظائف هي to protect themselves against insects attacks and plant diseases، يعني ممكن أن تكون as a defense mechanism to protect the plant from the different diseases. The compounds found in plants are of many kinds. حقيقة هذه المركبات الكيميائية اللي نستخلصها من النبات أنواع كلش كثيرة، والكيميكال ستراكشر مالته كلش دايفيرستي ماله عالي، لكن اهم 4 ميجر بايوكيميكال كلاسيسز هي الالكالويدز والجلايكوسايد والبوليفينولز والتيربينز. يعني اهم السكندري ميتابوليك كومباوندز اللي نحن نركز عليها في عمليه الدروغ ديسكفري ونستخلص من النبات هي تنتمي لاحد هذه الجروبات الاربعه، يا اما تكون الكالويدز يا اما تكون جلايكوسايد بوليفينولز اند تيربينز، باعتبار انه هذه المواد هي من اهم المواد اللي تعطينا فيري جود فارماكولوجيكال اكتيفيتي، يعني التاثيرات العلاجيه مالها كلش جيده وتفيدنا في عمليه تصنيع الدواء. فور اكزامبل، لو تجون تشعون الانتي كانسر ميديكيشنز اللي هي has been derived from natural sources او semi synthesized from natural sources، اتوشعون انه اغلبها ينتمي الى الالكالويدز
وهي جاية من الألكالويد. For example, الفين كورستين وفين بلاستين اثنين أتم سيمي سينتسايزد كومباوند من الألكالويد. أيضا بعض الأدوية اللي هي تستخدم في علاج الهارت فيلر وعلى رأسها الديجوكسين هتلاحظون أنه هو مشتق من الديجيتالس جلايكوسايد من الجلايكوسايد، بالإضافة إلى مواد أخرى اللي تعالج الكونستيبيشن أيضا هي مشتقة من نوع من أنواع الجلايكوسايد. فلذلك هذه الجروبات الأربعة هي تعتبر مصادر أساسية جدا للبيوكيميكال كومباوندز اللي تعطينا ثيرابيوتيكال اكتيفيتي. اعتمادا على هذا المبدأ واعتمادا على أنه الدرج ديسكفري يعتمد اعتماد أساسي على starting material جاي من natural sources، فعملية الـ extraction والـ purification والـ fractionation لهذه الـ active constituent كلش تطورت خلال السنوات الماضية ولحد الآن، على اعتبار أنه بدون هذه الـ starting material أو الـ pure compound اللي هي جاي من natural sources ما نبدأ أو نطيق نبدأ الخطوة الأولى في عملية الـ drug discovery أو الـ synthesis. نحتاج إلى طريقة توصلنا إلى pure compound من هذا النبات حتى نستخدم كليد كومباوند أو ستارتنج ماتيريال نعتبره اللبنة الأساسية في عملية تصنيع دواء جديد أو at least evaluation for therapeutic activity of this active constituent، وعلى أساسه نبدأ في عملية السينثيسيس أو الديسكفري مال this drug. The phytochemical investigation of plant may thus involve the following. قبل شوية تكلمنا عن الفيلدز of phytochemistry اللي هي كانت تشمل study of structure والfunction والbiosynthetic pathway. هسا هنتكلم عن steps of phytochemical study، اشني الخطوات الحقيقية اللي نتبعها حتى نكمل الphytochemical study. الخطوة الأولى هي authentication and extraction of plant materials. الauthentication هو التحقق من المادة، هل هي فعلا المادة المطلوبة؟ يعني انت جيت اخذت نبات من مصدر معين، اشتغيته عن طريق الشركة معينة، اخذته من شخص معين حتى تعمل الدراسة عليه. لازم قبل ما تبدي الدراسة تعمل authentication تتحقق فعلا انه هو هذا النبات المطلوب، لانه انت مرات تاخذه بشكل باودر، مرات تاخذه بشكل اوراق مجففة، مرات تاخذه بشكل باودر يعني مادة مطحونة الى اخره. فانت قبل ما تبدي لازم تعمل authentication تتأكد فعلا انه هي هذه المادة المطلوبة او النبات المطلوب، عن طريق التأكد من مصدرها، عن طريق التأكد من الفيزيكال properties مالتها، الشكل مالتها، حتى عن طريق التأكد من الفاميلي والسبيشيز مالتها حتى تتأكد فعلا انه هي هذه المادة المطلوبة اللي انت تشتغل عليها. otherwise ممكن انت تاخذ مادة ما انت اللي تدور عليها وتشتغل عليها وتبدي تعمل عملية الاكستراكشن وانت تروح باتجاه خاطئ وبالنهاية ما تحصل المادة المطلوبة. فأول عملية هي الauthentication and extraction of plant materials. extraction هو عبارة عن عملية استخلاص المواد من النبات حتى تحصل شيء اسمه الاكستراكت اللي هو المستخلص. الاكستراكشن راح تتم بطرق مختلفة اسمه الاكستراكشن ميثودز راح نتكلم عنها ان شاء الله لاحقا، لكن راح تعطيك الخلاصة انه الاكستراكشن ميثود راح تعطيك شيء اسمه الاكستراكت اللي هو عبارة عن مزيج من مواد مختلفة قد تحتوي على الاكتف كونستيتوانس، تحتوي على الاناكتف كومباوندز، تحتوي على توكسيك كومباوند، تحتوي على انارت سبستانسز الى اخره. هي مزيج من كل المواد الموجودة بالنبات، انت راح تستخلص كل المواد الموجوده بالنبات وتطلعها بشكل اكستراكت مستخلص. الخطوه اللي بعدها او النقطه الثانيه هي عمليه سيبريشن، انت راح تيجي تعمل فصل لجروب معين من المواد من هذا الاكستراكت. مثلا انت تعمل سيبريشن للالكالويدز فقط من مجموع مواد مختلفه موجوده بالاكستراكت، طبعا باستخدام طرق سيبريشن معينه ايضا راح نيجي نتكلم عنها لاحقا خاصه ب فور اكزامبل فصل الالكالويدز. بعدين تيجي تعمل isolation. عملية الايزوليشن انت راح تيجي تفصل مادة واحدة فقط من الميكستشر اللي عندك، يعني انت جيت عملت اكستراكت بالخطوة الاولى، بالخطوة الثانية عملت separation فصلت من هذا الاكستراكت الكالويدز، جيت بالايزوليشن فصلت الكالويد واحد فقط من هذا المزيج اللي هو نسميه الايزوليتد كومباوند او نسميه الاكتف كونستيتوانت. بعد ما فصلت هذا الايزوليتد كومباوند او الاكتف كونستيتوانت اللي انت مثلا فصلت اكس كومباوند، ماده اسمها اكس، اعتمادا على طرق فصل او ايزوليشن ميثود معينه حتى تحصل هذه الماده اللي هي اكس. حقيقه هذا غير كافي حتى انت تيجي تكمل الاستدي عليها وتقول انه انا اشتغلت على ماده اكس، لازم تتحقق او تتاكد فعلا انه هي هذه الماده اكس او لا. هذا يتم عن طريق الخطوه الثالثه اللي هي الكاركترايزيشن اوف ايزوليتد كومباوندز. Characterization هي عبارة عن التحقق الكيميائي أو التحقق من الكيميكال ستركشر من المادة المفصولة ومطابقته مع الريفرنسز أو المصادر الموجودة عندك. أشون تتحقق من الكيميكال ستركشر
عن طريق إجراء فحوصات مختلفة. تيجي تعمل ماس سبكترومتري، تشيك المولكولر ويت مالك من المادة المفصولة وتقارنه مع الريفرنسز، هل هي فعلا للمادة اللي انت تدور عليها اللي هي X؟ هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية تيجي تعمل NMR حتى تتأكد فعلا انه هذا الكيميكال ستراكشر اللي طلعته هو مشابه للكيميكال ستراكشر او مطابق للكيميكال ستراكشر اللي انت تدور عليه والى اخره. هذه العملية نسميها كاركترايزيشن، اللي هي التحقق من الكيميكال ستراكشر مال المادة اللي انت استخلصتها وفعلا هي المادة المنشودة بعد مطابقتها مع الريفرنسز. النقطة الرابعة هي investigation أو investigation of biosynthetic pathways to particular compounds and quantitative evaluation. النقطة الخامسة هي biological evaluation. أنت بعد ما تيجي تطلع مادة فعالة تعمل أول شيء extract، بعدين separation، بعدين isolation، بعدين characterization، تيجي تعمل biological evaluation تشوف أشن هي التأثيرات من هذه المادة اللي استخلصتها. أنت استخلصت مادة X for example مثل ما ذكرنا سابقا، تيجي تعمل بيولوجيكال ايفالويشن بطرق كثير مختلفة حتى تخشى ايش راح تعطيك فعالية بيولوجية هذه المادة، وعلى اساس تقيم الفارماكولوجيكال اكتيفيتي ماله وتمشي في عملية الديسكفري مال الفارماكولوجيكال اكتيفيتي مالته. مثلا انت استخلصت مادة اكس وهذه المادة تتوقع من الكيميكال ستراكشر مالتها انه تعطيك انتي كانسر اكتيفيتي او سايتوتوكسيك اكتيفيتي، يعني تقتل الخلايا السرطانية. فاول عملية بالبيولوجيكال ايفالويشن تيجي تعمل شيء اسمه سيل فيابيليتي اساي، تجي تعمل زراعة لخلايا معينة، خلايا سرطانية معينة، تزرع البليتات معينة وتجي تضيف عليها المادة الكيميائية مالتك بتراكيز مختلفة، تشوف فعلا هذه المادة الكيميائية أو سوري المادة المستخلصة مالتك راح تقتل هذه الخلايا السرطانية. هذا نسمينه biological evaluation اللي هو أحد أنواع نسمينه cell viability assay اللي هو أحد أنواع biological evaluation. وبعده أكو خطوات كثيرة راح تستمر بيها حتى تعمل evaluation للactivity ماله وتعمل دراسة للpharmacological activity مال مادة المستخلصة. الشارت اللي أمامكم هو extraction of bioactive compounds، حقيقة هو ملخص للكلام اللي تكلمنا عنه بالسلايد السابق. extraction of plant materials، حقيقة قبل ما نتكلم عن الميثود of extraction راح ناخذ بعض النقاط اللي نحن we have to take it in consideration، لازم ناخذها بنظرة اعتبار ونجي نعمل extraction. النقطة الأولى هي all plant materials used should be properly authenticated because if the materials doubtful origin much time wasted. مثل ما ذكرنا سابقا تتأكد من النبات اللي راح تشتغل عليه لأنه إذا كان مصدره غير موثوق فأنت الشغل هو عبارة أو مجرد مضيعة للوقت. النقطة الثانية the choice of extraction procedure depends on the nature of plant material، على النبات اللي راح تشتغل عليه وكذلك على the components to be isolated، المادة اللي تريد تستخلصها. For example، إذا أنت تريد تستخلص volatile oil فلازم تستخدم طريقة استخلاص معينة تتلائم أو تكون مناسبة لاستخلاص volatile oil، وإذا كنت تريد تستخلص مواد heat sensitive تتأثر بالحرارة فأيضا لازم تستخدم طريقة extraction معينة ما بيها direct heat لأنه direct heat ممكن يعمل decomposition للactive constituent اللي أنت تدور عليه. أيضا dried materials، المواد النباتات الجافة نحتاج أن نعمل لها powdering نطحنها قبل عملية extraction. أما الفريش بلانتس النباتات الفريش for example the leaves of the ground herbs فهذه ممكن أن ننقع مباشرة مع السولفنت ونعمل عملية ماسوريشن ونعمل إكستراكشن دون الحاجة إلى أن نطحنه. بالنسبة للدرايد بايوماس النباتات الجافة مثل ما ذكرنا سابقا نحتاج أن نطحنه إلى small particles طبعا باستخدام البلندر أو الميل أي طاحونة حتى نحول اللارج بارتيكلز إلى small particles طبعا لأن اللارج بارتيكلز will be poorly extracted بينما small particles هتكون have high surface area and will therefore be extracted more efficiently. للتوضيح البيوماس هو أي sample سواء كان plant sample, microbe sample, marine sample, insect sample في بعض الأحيان نسمينه البيوماس. أيضا السولفنت اللي مستخدم في عملية الإكستراكشن مثل ما تعرفون حتى نعمل إكستراكشن نحتاج إلى liquid phase اللي هو السولفنت. هذا liquid phase يساعد على عملية release مال الكونستيتوانت من النبات وطلع إلى الخارج وصير عملية الإكستراكشن. اختيار نوع السولفنت يعتمد على المادة اللي أنت تريد تعمل لها إكستراكشن. هذا الشارت أو الجدول أو التابل موجود قدامكم يعطيكم بعض أنواع السولفنتس بالإضافة إلى استخداماته. هذه ما فقط استخدامات يعني الموجود بجدول هي ليست فقط هذه الاستخدامات أو كثير استخدامات لكن هذه يعني commonly used. فمثلا عندكم الووتر نستخدمه عادة من غير نعمل extraction للستارش. إذا جيبون بطاطا مثلا for example تقشوها وتثخموها نعم وزدتوها بماء بعد فترة راح تغشون أنه أكفد مادة بيضاء صاغت بالماء
إذا تتركوه راح تترسب هو هذا النشا. إذا الماي هو عبارة عن سولفنت عمل ريليز للستارش من 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 البطاطا وطلعه إلى الخارج. For example الإيثانول ممكن يستخدم في حالة التانينس، وأيضا عندنا سوري الإيثانول في حالة التانينس، الميثانول ممكن يستخدم في حالة التربينويدز السابونينز إلى آخره، كلوروفورم أيضا عندنا في حالة الفلافونويدز، الإيثر في حالة الألكالويدز نستخدمه، وكذلك الأسيتون إذا كان نريد نعمل إكستراكشن الفينول أو الفلافونولز. أيضا من النقاط اللي نأخذها بنظر الاعتبار من نجي نعمل إكستراكشن هي The extraction of organic bases for example alkaloid، نحتاج أن نعمل basification خصوصا من نستخدم water immiscible solvent. يعني من نعمل إكستراكشن لقاعدة for example alkaloid باستخدام water immiscible solvent نحتاج نعمل basification. إشنو هو الباسيفيكيشن؟ راح نشرحه بالسلايد اللي بعده ونتكلم عن إكستراكشن في الكالويدز، ومن نصل مرحلة الباسيفيكيشن راح نقف أو نشرحه بالتفصيل إيش معنى الباسيفيكيشن. حتى نفتهم الباسيفيكيشن راح ناخذ الإكستراكشن في الكالويدز as an example ونشرح الستيبس مالته، ومن نصل الباسيفيكيشن نشرحه بالتفصيل ونفتهم فائدة الباسيفيكيشن في عملية الاستخلاص. راح تلاحظون بهذا الباراجراف أول ستيب في عملية الإكستراكشن في الكالويدز هي الباودرد بلانت ماتيريال. حتى نحن نحصل على good extraction لازم نحول large particles إلى small particles حتى يكون surface area أعلى، حتى يكون extraction more efficient. أول خطوة بعد ما نعمل powdering للplant material راح نعمل defatting. defatting هي عبارة عن استخلاص الفات material أو oil material من plant material، نسميها العملية defatting. طبعا راح نعمل هذه العملية باستخدام non-polar solvent، وغالبا ما نستخدم petroleum ether solvent. أيمتى نحتاج نعمل defatting؟ لما يكون عندنا البلانت ماتيريال rich with oil or fats. غالبا من يكون عندنا البلانت ماتيريال seeds، seeds غالبا ما تكون غنية جدا بالفات والأويل، فنحتاج نعمل defatting باستخدام non-polar solvent. بعد ما عملنا defatting خلصنا البلانت ماتيريال من كل المواد الشحمية أو الزيتية عن طريق إذابتها باستخدام solvent معين، وبالتالي حصلنا على defatted plant material اللي هي مواد نباتية لا تحتوي على الشحوم. الخطوة اللي بعدها راح تبدي عملية الإكستراكشن. أول خطوة بالإكستراكشن راح نيجي نعمل moist with water لplant material مالتنا، نضيف عليها water ونضيف عليها lime solution. lime solution هو عبارة عن calcium hydroxide اللي هو عبارة عن مادة قاعدية، فحصير عندنا أول عملية basification. الفائدة من عملية basification هو أنه الألكالويد ماتيريال غالباً لما تكون موجودة بالنبات تكون موجودة بشكل salt، فبالتالي راح تكون ذائبة بالpolar solvent اللي هو الwater. حتى نحولها من salt من قاعدة أو ملح القاعدة إلى قاعدة حرة نحتاج نضيف عليها قاعدة، فحتى يتحول الألكالويد من ملح الألكالويد إلى free alkaloid اللي هو قاعدة حرة نعمل عملية basification باستخدام قاعدة اللي هي lime solution أو calcium hydroxide. فبعد ما نضيف الكالسيوم هيدروكسيد راح يتحول عندنا ملح القاعدة إلى قاعدة حرة. بهالحالة هذه ملح القاعدة اللي هو كان ذيب أو كان يذوب بالأكويوس سوليوشن اللي هو الووتر راح يكون إنسوليبل بالأكويوس سوليوشن، بينما راح يكون ذائب بالنون بولار سولفنت اللي هم الأورغانيك سولفنت. فتلاحظون أنه الخطوة الثانية أو النكست ستيب بالإكستراكشن هي راح نستخدم أورغانيك سولفنت اللي هو الكلوروفورم أو الإيثر. ليش؟ لأنه حولنا ملح القاعدة إلى فري الكالويد اللي مفروض أن تكون قادرة على الذوبان بالكلوروفورم أو الإيثر. بعد ما نضيف الكلوروفورم أو الإيثر راح تلاحظون أنه بالسبريتوري فانل راح يتكون عندنا تو لاير مثل ما تشوفون بالرسم الموجود على يمين السلايد، راح يكون او يكون اكو طبقتين، الطبقه اللي هي الكلوروفورم والطبقه الاخرى اللي هي الووتر. غالبا اي طبقه حتكون جوا اي طبقه حتكون فوق تعتمد على الدنسيتي اوف سولفنت، غالبا الدنسيتي الاعلى او السولفنت الدنسيتي ماله اعلى حيكون جوا والاقل راح يكون فوق. بحاله الكلوروفورم والووتر راح يكون الووتر فوق والكلوروفورم جوا. فالكلوروفورم نحن بالحالة صاعدنا السولفنت اللي يحتوي على الفري الكالويد، بينما الأكويس سوليوشن بين المواد الأخرى اللي هي ما تهمنا. فنتخلص من الأكويس سوليوشن ونجمع الكلوروفورم اللي يحتوي على الفري الكالويد. النكست ستيب في عملية الإكستراكشن راح نجي نضيف أسيد أني كايند أوف أسيد. ليش؟ لأنه من راح نضيف الأسيد راح نرجع نحول الفري الكالويد إلى ملح. مثل ما تعرفون حامض مع قاعدة راح يعطينا ملح وماء. من يكون عندنا الفري الكالويد اللي هي قاعدة ونضيف عليها حامض راح تتحول إلى ملح القاعدة وترجع مرتلخ الذوب بالأكويوس فيس. فبعد ما نضيف الأسيد راح نرجع نضيف مرتلخ
للكلوروفورم ووتر، فراح يتحول عندنا او ينتقل عندنا الالكالويد سولت من الكلوروفورم لاير الى الووتر لاير، لانه تحول من سولت راح ينتقل عندنا الفري الكالويد من الكلوروفورم لاير الى الاكويس لاير، لانه تحول من فري الكالويد الى سولت اوف الكالويد، بالتالي صار ذيب الاكويس فيس. فراح نجمع الاكويس فيس ونترك الاورجانيك فيس، نترك الكلوروفورم بهالحاله هذه، لانه الكلوروفورم بينه اذر امبيوريتيز اللي احنا ما نحتاجها. فصاعدنا اكويس فيس يحتوي على السولت اوف الكالويد. ممكن انه ننهي الاكستراكشن عند هذا الحد ونجي نعمل ايفابوريشن للسولفنت اللي هو غالبا ما يكون اكويس، اللي هو غالبا ما يكون ووتر، ونحصل على الالكالويد. لكن حقيقه هذه العمليه صعبه، يحتاج انه نكمل اذر ستيبس حتى نصل الى مرحله البيور الكالويد. ليش العمليه صعبه؟ لانه نحن من نجي نعمل ايفابوريشن للووتر، اولا نحتاج حراره عاليه جدا، وهذه الحراره العاليه ممكن تعمل ديكومبوزيشن للالكالويد. وايضا حتى لو كان الالكالويد اللي نحن عم نستخلصه هو ما سنسيتيف للهيت، ما يتاثر بالحراره، راح نبخر الماء، لكن الا يبقى جزء من الووتر، الا يبقى يعني رطوبه موجوده داخل الالكالويد، وبالتالي حتاثر على الاكتيفيتي مالته. يعني لما يكون عندنا السولفنت اكويس جدا صعب انه نتخلص منه ونحصل على بيور كومباوند خاليه من السولفنت. فحتى نتجنب هذه المشكله نرجع نعمل باسيفيكيشن مره اخرى، حتى نحول السولت الكالويد الموجود بالاكويس فيس الى قاعده حره، نرجع نعمل باسيفيكيشن مره ثلاث. بالتالي راح يتحول الالكالويد سولت الى فري الكالويد، اللي هو يرجع مره ثلاث وين يذوب بالاورجانيك فيس اللي هي الخطوه الاخيره. بالتالي راح نهمل الاكويس فيس ونرجع نجمع الاورجانيك فيس اللي يحتوي على الفري الكالويد. بهالحاله هذه الفري الكالويد راح يكون ذائب بالاورجانيك فيس اللي هو الاورجانيك سولفنت. عمليه التخلص من الاورجانيك سولفنت جدا سهله، لانه اولا هو فولاتايل وما يحتاج الى درجه حراره عاليه، وايضا ممكن التخلص منه بسهوله جدا، وبالتالي نحصل على الكرود الكالويدز او البيور الكالويدز. كل الكلام اللي ذكر بالسلايد السابق عمليه الباسيفيكيشن ينطبق ايضا على الحوامض، لكن بهالحاله راح نستخدم الاسيديفيكيشن بدل الباسيفيكيشن. يعني لما غيد نستخلص مادة حامضية موجودة بشكل ملح بالنبات، نستعمل أسيد حتى يصير أسيديفيكيشن، ونحوله من ملح إلى حامض حر، بالتالي غا نحوله من سوليبل بالأكويس فيس إلى سوليبل بالأورجانيك فيس. أيضا أكو أضر فاكتورز لازم نأخذها بنظر الاعتبار ونعمل إكستراكشن، اللي هي البولاريتي أوف سولفنت. لازم نأخذ بنظر الاعتبار البولاريتي أوف سولفنت، وأيمتى نختار البولار سولفنت والنون بولار سولفنت. هذا كله واحد يعتمد على الكيميكال كومباوند اللي نحن لوكينج فور أو نبحث على استخلاص. أيضا النقاط الأخرى اللي لازم نأخذها بعين الاعتبار من نعمل إكستراكشن، اللي هي الموليكولار أفينيتي بين السولفنت وبين السوليوت، وكذلك الماس ترانسفير، وكذلك اليوز أوف كو سولفنت، إنفيرومنتال سيفتي، هيومن توكسيسيتي، أند فاينانشال فيسيبيليتي. أشنو علاقة البولاريتي بعملية الإكستراكشن والموليكولار أفينيتي؟ راح نجي نشرحها إن شاء الله بالتفصيل بالإستعدادات اللاحقة. في هذا السلايد راح نتكلم عن طرق الاستخلاص، اللي هي بالتحديد conventional extraction techniques. عندنا two methods of extraction، اللي هي conventional اللي هي التقليدية والnon conventional extraction. الجزء الأول راح يتناول أو راح يتناول بينه فقط الـ conventional extraction techniques اللي هي الطرق التقليدية في عملية الاستخلاص. هذه الطرق التقليدية تعتمد على ثلاث عناصر أو three factors في عملية الـ extraction، اللي هي number one extracting power of different solvents، قدرة السولفنت المستخدمة على استخلاص المواد الفعالة من النبات، والنقطة الثانية أو الفاكتور الثاني هو الهيت، والفاكتور الثالث هو الميكسينج. إذن these three different factors play an important role in the conventional extraction techniques، اللي هي الـ power of extraction والheat وكذلك الميكسينج. الـ classical أو الـ conventional extraction techniques هي تشمل number one maceration، number two infusion and decoction، number three saxolate extraction، number four reflex extraction، number five hydro distillation. الـ conventional method بشكل عام تنقسم إلى قسمين، إلى cold and hot extraction method، اعتمادا على استخدام أو عدم استخدام الحرارة أو الهيتينج في عملية الاستخلاص. النوع الأول مثل ما ذكرنا بالسلايد السابق هو الماسوريشن
بالعربية نسميها النقع، اللي هي تصنف as a cold extraction لأنه ما نستخدم بها حرارة. طريقة جدا قديمة ومتعارف عليها وتستخدم في تطبيقات كثيرة، حتى بالمنزل، يعني بالأمور المنزلية، بالأمور العلمية، بالريسيرش إلى آخره. هي عبارة عن نقع مادة معينة باستخدام solvent معين. فالماسوريشن هو popular and inexpensive way to get essential oils and bioactive compounds باستخدام solvent معين، وهي تشمل ال following steps، الخطوات التالية. Firstly أو the first step، راح نعمل grinding، يعني راح نحول large particles إلى small particles مثل ما تعرفون، حتى نزيد surface area، حتى نزيد efficiency مال extraction. Secondly الخطوة الثانية، راح نجي نستخدم solvent معين نسميه المنستروم بمعنى المذيب، راح نضيفه إلى المادة النباتية في جار معين أو كونتينر معين ونحفظهم لفترة معينة من الزمن، غالباً 3 إلى 7 أيام، حتى نسمح لهذا السولفنت أنه يتغلغل داخل البلانت ماتيريال ويخرج لنا الأكتف كونستيتوانت تو أوتسايد. ثيردلي أو ثيرد ستيب، راح نجي نعمل ستريند أوف للسولفنت للجزء السائل ونحتفظ بينه باعتبار أنه هو يحتوي على الأكتف كونستيتوانت. أما المارك اللي هو بقايا النبات، راح نجي نعمل سكويزينج، نعصرها حتى نخرج كل الاوكلودد سوليوشن، السولفنت اللي محبوس داخله الى الخارج، اللي هو يخرج معانه كميه اضافيه من الاكتف كونستيتوانت، وبالتالي نجمعه ونضيفه الى الليكويد او السولفنت مالتنا، وبعدين نحتفظ بهذا السولفنت ونتخلص من السولفنت بطريقه معينه حتى نحصل على الاكتف كونستيتوانت. بعد ما جمعنا السولفنت الناتج من عمليه الماسوريشن، في بعض الاحيان نحتاج نعمل له فلتريشن. السبب هو أنه في بعض الأحيان من نعمل ماسوريشن ما نستخدم جزيئات النبات مثل ما هي، يعني ما نستخدم ورقة أو جذع أو رايزوم وإلى آخره، اللي هو بسهولة أنه نشيله من السولفنت ونبقي السولفنت لوحده. في بعض الأحيان نستخدم النبات as a powder، فعملية فصل الباودر عن السولفنت ما راح تكون بالسهولة بدون استخدام عملية الفلتريشن. فنعمل فلتريشن حتى نحصل أو نفصل كل جزيئات النبات عن السولفنت ونحصل سولفنت نقي يحتوي فقط على الأكتف كونستيتوانت. في بعض الأحيان ندعم أو نحسن عملية الإكستراكشن أو الماسوريشن بعملية الشيكينج أو الرج. هذا راح يؤدي إلى جعل الإكستراكشن ميثود مور إفشنت لسببين. السبب الأول أنه الشيكينج ممكن أن يؤدي إلى زيادة increase diffusion، نقصد بها diffusion of solvent، راح يساعد على تغلغل solvent داخل جزيئات النبات بشكل أفضل، وبالتالي يؤدي إلى تحرير كمية أكبر من الأكتف كونستيتوانت from plant to the solvent. النقطة الثانية، remove concentrated solution from the sample surface for bringing a new solvent for more extraction yield. عملية الرج تؤدي إلى استبدال السولفنت اللي هو على تماس مع جزيئات النبات، اللي هو دائما يكون أو يحتوي على كمية كبيرة من الأكتف كونستيتوانت، بسولفنت آخر لا يحتوي أو يحتوي على كمية جدا قليلة من الأكتف كونستيتوانت. وجود fresh solvent in touch مع جزيئات النبات تؤدي إلى تحرير كمية إضافية من الأكتف كونستيتوانت، وبالتالي يؤدي إلى تحسين تحرير الأكتف كونستيتوانت من داخل النبات إلى السولفنت. Advantages of maceration حقيقة هو can be used for heat sensitive material، أي مادة تكون حساسة للحرارة ممكن أنه نستخلصها باستخدام الماسوريشن لأنه ما نستخدم بينه حرارة، بالإضافة إلى ذلك أنه هذه الطريقة easy and cheap، سهلة ورخيصة. Disadvantage من هذه الطريقة أنه هي it takes a long time، تحتاج إلى وقت طويل and large amount of solvent، وهذه نقطة جدا مهمة. لما أنت تستخدم الطريقة أو طريقة الإكستراكشن on the large scale حتى تستخلص بها كمية كبيرة من النبات، فدائما تدور على طريقة استخلاص لا تستهلك كمية كبيرة من السولفنت، لأنه العملية راح تكون كوستي ومكلفة جدا. فالديسادفانتج من الماسوريشن أنه يحتاج كمية كبيرة من السولفنت، بالإضافة إلى أنه هو non efficient، يعني هو يعتبر طريقة قديمة وتقليدية وغير كفوءة في استخلاص كميات كبيرة من الأكتف كونستيتوانت مقارنة بالطرق الحديثة. الطريقة الثانية للإكستراكشن هي decoction and infusion، اللي هي تصنف من الهوت إكستراكشن لأنه راح نستخدم بها الحرارة. الديكوكشن بالمختصر هو مشابه جدا لعملية الماسوريشن، الاختلاف الوحيد أنه راح نضيف حرارة مع النقع. فالديكوكشن In this method, the plant material is placed together with the solvent in a round bottom flask on a source of heat or direct flame. إذن عملية ماسوريشن لكن نضيف عليها التسخين. الديكوكشن is used to extract mineral salt and bitter principles of plant from hard materials. إذن
راح يستخلص المواد الفعالة من الأجزاء النباتية الصلبة, for example roots, bark, seeds and wood. These hard materials generally require boiling for at least 10 minutes, إذا راح نغلي لمدة 10 دقائق, مع steep for a number of hours, راح بعد ما نغلي لمدة 10 دقائق نترك النقيع حتى يتشرب لمدة بضع ساعات حتى نحصل على كمية أكبر من الactive constituent. كلمة decoct means the word of decoct mean or means to concentrate by boiling. أما فيما يتعلق بالinfusion, فin this method the plant material is placed in a special container called infusion pot, وعاء معين اسمه infusion pot, راح نخلي بينه الأجزاء النباتية, and a hot solvent is poured on it, راح نضيف عليها ال hot solvent, and cover the container with a lid containing sieves, راح نخلي غطاء على هذا الكونتينر يحتوي على فتحات, يعني بالضبط مثل المصفي بالعامية نقول, ونتركه لفترة من الزمن. إذن هون العملية هي إضافة solvent ساخن إلى الأجزاء النباتية بدون استخدام حرارة مباشرة, نتركه لفترة من الزمن, بعدين راح نجي نفرغ السولفنت من الكونتينر. أكيد الأجزاء النباتية ما راح تخرج مع السولفنت لأنه نحن الغطاء اللي خليناه على الكونتينر يحتوي على فتحات, هو أيضا بشكل مصفي, ففقط السولفنت مع الأكتف كونستيتوانت راح يطلع إلى خارج الكونتينر. الإكزامبل الواضح جدا على عملية الإنفيوجن هي عملية تحضير الشاي. عملية تحضير الشاي من التي باج هي إكزامبل لعملية الإنفيوجن. مثل ما تعرفون التي باج هو عبارة عن باج يحتوي على مسامات داخله, كيس يحتوي على مسامات داخله جزيئات الشاي, راح نخليها بالكب ونضيف عليها الهوت ووتر, فالهوت ووتر راح يتغلغل داخل الباج ويحرر الاكتف كونستيتوانت من التي ويطلع الى الخارج ويتحضر عندنا الشاي. فهي مثال مبسط لعملية الانفيوجن. Infusion are used to extract vitamins and volatile ingredients from soft ingredients like leaves, flowers, citrus, peelings. نستخدمه, يعني عملية الانفيوجن هي تشبه جدا الديكوكشن, لكن فرق انه ما نستخدم دايركت هيت, ولذلك نستخدمها لاستخلاص بعض المواد اللي ممكن ان تكون تتأثر بالحرارة مباشرة او بالحرارة العالية, فنستخدم الهوت سولفنت اللي هو تكون درجة حرارته اقل مما ان نستخدم الحرارة المباشرة. الطريقة الثالثة للاستخلاص نسميها الكونتينوس extraction أو نسميها sexolate extraction method. سميناها sexolate لأنه الجهاز المستخدم اسمه sexolate extractor. The sexolate extractor was first proposed by a German chemist, كيميائي ألماني هو أول من اكتشف هذا الجهاز أو اخترع هذا الجهاز واستخدمه, كان في حوالي 1879, وكان ببداية يستخدم ل extraction of lipid, لكن حاليا تطبيقاته كلش كثيرة ويستخدم لاستخلاص يعني أنواع مختلفة من الأكتف كونستيتوانت. العملية اسمها continuous process of extraction with a hot solvent. continuous process لأنه عملية الإكستراكشن راح تستمر في نظام مغلق نسمينه closed system, تستمر عملية الإكستراكشن لفترة طويلة. أيمتى نحتاج نعمل إكستراكشن باستخدام السكسولات؟ حقيقة typically a sexolate extraction is used when the desired compound has limited solubility in a solvent. المادة اللي نريد نستخلصها ذوبانيتها بالسولفنت قليلة, فتحتاج فترة طويلة من الكونتينوس إكستراكشن حتى نحررها من البلانت ماتيريال ونحصل على كمية كبيرة من الأكتف كونستيتوانت. وكذلك when the impurity is insoluble in that solvent, بشرط أن يكون كل impurities أو الأذر كونستيتوانت من هذا البلانت غير ذائبة بالسولفنت. otherwise إذا كانت ذائبة فهتختلط هذه الimpurities مع المادة اللي نريد نستخلصها, وبالتالي ما هنحصل على pure extract. مثل ما تشوفون رسم الجهاز موجود على الجهة اليمنى من الشريحة, وتلاحظون أنه مكونات الجهاز راح تكون كالتالي. في أسفل الجهاز راح تشوفون أنه أكو دورق, هذا الدورق يحتوي على هذه المادة الخضراء اللي هي السولفنت. السولفنت فقط بدون الأكتف أو سوري بدون البلانت ماتيريال, يعني بهذا الدورق الدائري اللي هو الراوند فلاسك الموجود بالأسفل, المادة الخضراء هي فقط سولفنت, ولا يوضع المادة النباتية في الراوند فلاسك. الجزء العلوي اللي فوق هذا الدورق الزجاجي المدور اللي هو بالرسم مكتوب عليه الإكستراكتر, هذا نسمينه الثيمبل اللي هو المكان اللي راح نضع بينه البلانت ماتيريال. مثل ما تشوفون مكتوب عليه السامبل, راح نخلي البلانت ماتيريال نريد يستخلص منه الأكتف كونستيتوانت بهذا الجزء.
العملية هي راح تكون كالتالي، أنه السولفنت الموجود بالدورق الدائري السفلي بالتسخين لأنه عندنا مصدر حرارة راح يتبخر، ووين يطلع؟ يطلع بالأنبوب الجانبي الموجود على الجهة اليسرى من الجهاز اللي نسميه الفيبر باث، راح يطلع هذا السولفنت بشكل بخار ويصل إلى الكوندنسر اللي هو الجزء العلوي. بالكوندنسر راح يواجه سطح بارد فيتكثف ويرجع مرتلخ إلى الوضع السائل وينزل بشكل قطرات على السامبل. إذن السولفنت راح يكون موجود أولا بالدورق الدائري السفلي، راح يتبخر بالحرارة ويطلع عن طريق الفيبر باث إلى أن يصطدم بالكوندنسر وينزل بشكل نقاط على السامبل. خلال اتصال السولفنت مع السامبل راح يؤدي إلى تحرير الأكتف كونستيتوانت منه، ويطلع هذا الأكتف كونستيتوانت من السامبل إلى السولفنت الموجود بالإكستراكتر أو نسميه الثمبل. من راح يصل مستوى السولفنت في هذا الإكستراكتر إلى حد معين راح يرجع ينزل مرة أخرى عن طريق هذا الأنبوب الجانبي الموجود على جهة اليمين اللي هو نسميه الإكستراكتنت باث، وراح ينزل مرتلخ إلى الدورق الدائري السفلي اللي يحتوي على السولفنت. هذه هي الدورة اللي نسميها الكلوزد سيستم، وتعتمد على جهاز اسمه الساكسوريت إكستراكتر. الكلام الموجود في هذا السلايد هو نفسه ذكرناه في السلايد السابق اللي هي طريقة الاستخلاص باستخدام السكسوليت إكستراكتور. التركيز على أنه هذه الطريقة من الإكستراكشن أو هذا السيستم من الإكستراكشن هو سيستم مغلق نسميه كلوست سيستم، والبروسيس رانس ريبيتيدلي راح تستمر بشكل متكرر until the extraction is completed، حتى تكمل عملية الإكستراكشن. حقيقة استخدام الساكسوريت إكستراكتور بينه many advantages. أول advantage أو أول فائدة أنه يعتبر closed system مثل ما ذكرنا سابقا. استخدام closed system راح يكون كلش effective لما نحتاج أنه نستخدم toxic organic solvents في عملية الإكستراكشن. ليش؟ لأنه إذا كان السيستم مالنا open system فممكن أنه جزء من هذا toxic organic solvent يتبخر خلال عملية الإكستراكشن ويصل إلى أجواء العمل والمختبر ويؤدي إلى التوكسيستي أو التسمم. بينما استخدام الكلوز سيستم راح يحافظ على هذا التوكسيك اورجانيك سولفنت داخل السيستم ويمنع انتشاره الى الخارج، وبالتالي نحافظ او نقلل من عمليه التسمم بهذا السولفنت. ايضا استخدام الكلوز سيستم بينه فائده اخرى، انه السولفنت المستخدم راح يدور داخل هذا السيستم، يعني راح يتبخر ويرجع يتكثف ويستخدم مره اخرى، لذلك راح نحتاج الى سمول اماونت اوف ذا سولفنت، بالتالي راح تكون العملية كلش إيكونومي اقتصادية، ويكون الكوست مال إكستراكشن كلش جيد لأنه ما نحتاج إلى كمية كبيرة من السولفنت. Other advantage حقيقة لاستخدام الساكسوريت إكستراكتر أنه ممكن أن يستخدم for the extraction of different active constituent باستخدام different kinds of solvent، يعني ممكن أن نستخدم نفس البلانت سامبل الموجود بالثيمبل فقط نغير السولفنت بين فترة وأخرى حتى نجمع أو نستخلص أنواع مختلفة من الأكتف كونستيتوانت. على سبيل المثال لو كان عندنا plant material خليناها بالثمبل واستخدمنا solvent الأول كان كلوروفورم حتى نجمع for example المادة A، بعد ما تنتهي عملية الإكستراكشن راح نجمع solvent الموجود بالراوند فلاسك اللي يحتوي على المادة A ونستخدم other kind of solvent حتى نرجع نجمع المادة B من نفس البلانت سامبل ولكن فقط غيرنا نوع السولفنت، وهكذا ممكن تستمر العملية باستخدام different kinds of solvent. أيضا استخدام الساكسوريت إكستراكتر يعتبر كلش effective for plant material اللي تكون heat sensitive اللي تتأثر بالحرارة المباشرة. ليش؟ لأنه البلانت سامبل راح تكون في معزل عن مصدر الحرارة، راح تكون موجودة بالثمبل أو الإكستراكتر بعيدة جدا عن مصدر الحرارة، بالتالي إذا كانت هذه البلانت material تتأثر بالحرارة for example CBD composition أو تلف، فيكون استخدام الساكسوريت إكستراكتر كلش فعال في هذه الحالة. النوع الرابع من الإكستراكشن ميثودز اللي هو نسمينه الريفلكس إكستراكشن ميثود أو الجهاز نسمينه الريفلكس إكستراكتر، حقيقة هو البرنسبل تقريبا مشابه للساكسوريت إكستراكتر مع بعض الاختلافات. مثل ما تشوفون الجهاز موجود على الجهة اليمنى من الشريحة، راح تلاحظون انه يتكون من راوند فلاسك راح يحتوي على السولفنت بالاضافه الى البلانت ماتيريال، وهذا اول اختلاف بينه وبين الساكسوريت. الساكسوريت كان البلانت ماتيريال الموجود بالثيمبل بمعزل عن السولفنت، لكن هوني السولفنت والبلانت ماتيريال موجودين في نفس الدورق. ايضا مصدر حراره فراح يصير هيتينج، الحراره مهمه جدا في عمليه الاكستراكشن لانه راح تزيد
من كفاءة الإكستراكشن، فأكيد بوجود الحرارة جزء من السولفنت راح يتبخر، فلذلك لازم نخلي الكوندنسر. فالجزء المتبخر من السولفنت راح يصطدم مع الجزء البارد من الكوندنسر ويرجع يتكثف وينزل بشكل قطرات مرة أخرى ويعاد تدويره. إذن هو أيضا closed system حاله حال saturated extractor. لذلك هذه الطريقة has the same advantages as saturated extractor but the extract requires filtration. ليش؟ لأنه الإكستراكت أو البلانت موجود مع السولفنت، فبعد عملية الإكستراكشن نحتاج أنه نفصلهم عن بعض باستخدام الفلتريشن. وكذلك هذه الطريقة not suitable for plant اللي هي heat sensitive اللي تتأثر بالحرارة المباشرة. الطريقة الخامسة من الإكستراكشن ميثودز اللي هي نسميها الهايدرو ديستيليشن. الهايدرو ديستيليشن هي أحد أنواع الإكستراكشن ميثود اللي تستخدم في عملية استخلاص بعض البايو أكتيف كومباوندز بالإضافة للإسنشال أويلز فروم بلانت. اختلاف الوحيد عن باقي الطرق أو أحد اختلافات عن باقي الطرق أنه السولفنت المستخدم راح يكون inorganic وغالبا يكون الووتر أو الستيم أو اثنينات، يعني ما راح نستخدم به organic solvent، فلذلك سميناه hydro distillation لأنه غالبا solvent راح يكون water. There are three types of hydro distillation. النوع الأول نسميه water distillation، النوع الثاني نسميه water and steam distillation، والنوع الثالث نسميه direct steam distillation. بالهايدرو ديستيليشن الخطوة الأولى راح نخلي البلانت ماتيريال في الراوند فلاسك، نضيف عليه السولفنت مالتنا اللي راح يكون ووتر، أكو مصدر للتسخين أو الحرارة راح يؤدي إلى تسخين الخليط، فراح يتبخر جزء من الووتر راح يكون بشكل فيبر بشكل بخار. هذا الفيبر راح يمر إلى الكوندنسر. هذا الفيبر هو عبارة عن مزيج من الووتر وكذلك الأويل، الاثنين راح يكونون بشكل بخار. من يصل إلى الكوندنسر راح يتكثف، يرجع مرتلخ يتحول إلى سائل اللي هو عبارة عن جزئين water and oil، لكن بسبب اختلاف الدينسيتي مالتهم راح ينفصلون إلى جزئين بالسيبريتر بالجزء الأخير من السيستم، فيكونون طبقتين جزء oil وجزء water. جزء من الووتر راح يرجع مرة أخرى إلى الراوند فلاسك يعاد استخدامه، وممكن أنه نفصله ونطلعه إلى الخارج عن طريق الفولف الموجود بالنهاية، وبالتالي وفي نهاية التجربة راح نجمع الاسينشال oil اللي هو فصل عن البلانت ماتيريال. مثل ما تشوفون بهذا السلايد على الجهة اليمنى موجود أيضا السيستم مع الهايدرو ديستيليشن، هو يعني تقريبا مشابه للباقي. يتكون راوند فلاسك اللي راح نخلي بينه السولفنت مالتنا اللي هو الووتر مع البلانت ماتيريال بشكل ميكستشر، أيضا مصدر الحرارة، الحرارة راح تؤدي إلى تبخر الماء وراح يساعدنا فيبر بخار. هذا الفيبر هو عبارة عن مزيج من جزئين اللي هما الإسينشال أو الفولاتايل أويل مع الماء. هذا البخار راح يصعد في جزء نسمينه الكلافنجر، راح يصل الى الكوندنسر راح يتكثف، يرجع هذا البخار مرتلخ الى الحاله السائله اللي هي جزئين، جزء اسينشال اويل وجزء الووتر. بسبب الاختلاف بالدنسيتي بين الووتر والاويل راح ينفصلون بشكل طبقتين. الووتر جزء منه ممكن يعاد استخدامه، الجزء الاخر ممكن نتخلص منه عن طريق الفالف الموجود في نهاية السيستم، وبالتالي أو في نهاية التجربة راح نجمع الإسنشال أويل أو الفولاتايل أويل الموجود بالتيوب. الهايدرو ديستيليشن البرنسبل ماله يعتمد على 3 فيزيكو كيميكال بروسيسز. البروسيس الأولى راح يصير هايدرو ديستيليشن، بمعنى أنه السولفنت أو الووتر the first process هايدرو ديفيوجن، بمعنى أنه جزء من الووتر راح يتغلغل داخل جزيئات النبات. البروسيس الثانية اللي هي الهيدروليسيس، راح هذا السولفنت راح يبدي حل الاكتيف كونستيتوينت يذوبه. الجزء الاخير راح يصير ديكومبوزيشن باي هيت، راح يفصل السولفنت هذه الاكتيف كونستيتوينت من البلانت ويحررها الى الخارج وتنجمع بعدين بالسيستم. الديس ادفانتج من هذا التكنيك انه بينه درجة حرارة عالية. الحرارة العالية ممكن ان تؤدي الى فقدان بعض الفولاتايل كومبوننتس وتطايره، وبالتالي راح نفقد جزء من المادة المستخلصة. أيضا هذا الدروباك أو هذا العيب ممكن أنه يؤدي إلى تقليل استخدام هذا التكنيك في حالة أنه المواد اللي نريد نستخلصها هي thermolabile اللي هي المواد اللي تأثر بالحرارة. بهذا نكون انتهينا من الأنواع الخمسة للconventional extraction methods، لكن يبقى نوعين إضافيين اللي هم يعتبرون miscellaneous للconventional extraction method. الأساسيات هم الخمسة اللي ذكرناها سابقاً، هذول يعتبرون إضافيات. الطريقة الأولى نسميها
البيركوليشن. البيركوليشن هو عبارة عن عملية ترشيح. ببساطة انت راح تجيب بيركوليتر او المرشح، راح تخلي بينه المادة اللي تريد تستخلص او المادة النباتية اللي تريد تستخلص منها الاكتيف كونستيتوينت، وتخلي تصب عليها السولفنت مالتك. السولفنت راح يمر خلال هذه المادة ويحمل معانه كل الاكتيف كونستيتوينت الموجودة خلال هذه المادة، ويطلع من الجهة الاخرى وينجمع بريسيفر، وتستمر العملية. نظل نخلي سولفنت الى ان نحصل على اكبر كمية من الاكتيف كونستيتوينت. العملية نسميها البيركوليشن او الترشيح. مثل ما تلاحظون امامكم، هذا هو البيركوليتر اللي ذكرناه بالسلايد القبل، اللي استخدمناه في عملية البيركوليشن اللي هي احد انواع او الميثود المستخدمة في عملية الاكستراكشن. راح تلاحظون انه هو عبارة عن قمع يحتوي على مواد مختلفة. طبعا بالاعلى راح تشوفون اكو مينستروم اللي هو المذيب او السولفنت، وبالوسط وبالاسفل اكو مواد مختلفة بالاضافة الى المادة النباتية اللي نريد نستخلص منها المادة الفعالة. اللي يصير هوني انه المينستروم راح يمر خلال هذه المواد المختلفة اللي هي تعمل كعائق، يعني شيء يعيق مرور السولفنت حتى لا يمر بسرعة، يبطئه حتى من يصل إلى النبات يكون بشكل بطيء، الوقت يكون كافي أنه يحلل الأكتيف كونستيتوينت ويخرجه معانه بالاتجاه الآخر من البيركوليتر. بالإضافة إلى أنه هذه المواد الموجودة هي تعمل كفلتر as well، يعني السولفنت من راح يمر ويحلل المواد الفعالة الموجودة بالبلانت ماتيريال، يخرج من الجهة الأخرى solvent وactive constituent بدون أي impurities، بدون أي شوائب، بدون أي بقايا من المادة النباتية. فكأنما يصير عندنا extraction مع filtration بنفس الوقت. الطريقة الثانية من المسرينس extraction methods اللي هي الانفلوريج process. للتذكير، نحن بالبداية ذكرنا خمس أنواع أساسية سميناها conventional extraction methods. هذه كأنواع أساسية مهمة جدا في استخلاص المواد الفعالة في عملية التصنيع الدوائي. بعدين ذكرنا لكم انه اكو نوعين سميناهم miscellaneous methods لانهم لازم تعرفوهم، لكن ما كلش اساسيات في عملية الاكستراكشن، لكن هم يعتبرون من الطرق القديمة المستخدمة في عملية الاستخلاص. ذكرنا البيركوليشن اولا، وراح نتكلم عن الانفلوريج بروسيس ثانيا. الانفلوريج بروسيس حقيقة هي طريقة تستخدم لاستخلاص المواد العطرية الفولاتايل اويل او نسميها الفراغرنت كومباوندز. تعتمد على استخدام الفات الشحوم اللي هي راح تكون solid at room temperature، وعندنا نوعين من الانفلوريج اللي هم الكولد والهوت انفلوريج. الطريقة تتلخص بالتالي انه سطح زجاجي plate من الزجاج راح يتخلى عليه طبقة من الفات مثل ما تشوفون بالصور الموجودة بالسلايد، ويتخلى عليها اجزاء النبات اللي نحتاج ان نستخلص الاكتيف كونستيتوينت منه، وغالبا ما تكون اوراق الورود والى اخره اللي هي تحتوي على الزيوت العطرية. بعدين نترك هذا البليت اللي يحتوي على الفات ويحتوي على أوراق النبات أو أوراق الأزهار لمدة 24 hours أو في بعض الأحيان 48 hours، وبعدين the flowers are then removed and replaced by a fresh supply. نشيل الأوراق القديمة ونخلي أوراق جديدة حتى نخلي fresh source للإكستراكشن. وهذه العملية تستمر لعدة أيام وحتى أسابيع في بعض الأحيان إلى أن يصير saturation للفات material with the volatile oil أو essential oil، وبعدها نعمل collection لهذا الأويل من الفات لاير. إذن بهذا نكون انتهينا من المحاضرة رقم 4 اللي تكلمنا بيها عن conventional extraction methods. إن شاء الله المحاضرة التالية راح نتكلم بيها عن non-conventional extraction methods. أتمنى يكون ال principles مال extraction method واضحة بالمحاضرة رقم 4، وإن شاء الله الفكرة وصلتكم، وأتمنى لكم الموفقية. شكرا جزيلا.